ما هي الأوراق المطلوبة وماذا نحتاج من أوراق مطلوبة لكي نعادل شهادة الدبلوم أو البكالوريوس؟ هذا ما سنسمعه في هذا التقرير الجميل الذي أعد زميلنا مالك. الأوراق المطلوبة لمعادلة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تركيا: صورة عن جواز السفر، تعبئة طلب التسجيل بشكل يدوي ويتم إرفاقه مع باقي الأوراق ويمكن الحصول عليه من الإنترنت، وثيقة معادلة الشهادة الثانوية مصدقة من كاتب العدل مع صورة إضافية لها، شهادة الدبلوم أو البكالوريوس الأصلية، ترجمة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس للغة التركية وتصديقها من كاتب العدل، نسخة أصلية من كشف الدرجات لكامل سنوات التعليم العالي مع صورة مترجمة للتركية ومصدقة من كاتب العدل، وأخيرا صورة إضافية عن جميع الوثائق.